بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مرحبا بكم أبناءنا طلاب الصف التاسع، ومع درس جديد من دروس مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني. أحباب، مرحبا بكم يا أبطال. أحببنا، ما زلنا في موضوع الموجات. كنا احنا تكلمنا الحصة الماضية على خصائص الموجات، وإن شاء الله اليوم سوف نكمل أيضا موضوع خصائص الموجات. يا أحباب، نبدأ الحصة كده بهذا التذكير يا أحباب. إحنا كنا بنقول أن الموجات بتنقسم، كنا قسمنا الموجات اللي عندنا فيه موجات طولية، والنوع الثاني ما هو يا أحباب؟ الموجات المستعرضة. كنا بنقول أن الموجات الطولية تتكون من تضاغطات، وهي تاني يا أحباب، ها يلا، وتخلخلات، تمام. والموجات المستعرضة تتكون من قمم، وإيه تاني يا أبطال؟ وقيعان، تمام. كنا قلنا من خصائص الموجات، كنا قلنا فيه التردد، وعندنا فيه السعة، وعندنا فيه الطول الموجي، وعندنا فيه سرعة الموجة يا أحبابنا. طب وللتذكير مرة ثانية نعرف كده هذه الخصائص. كنا بنعرف السعة أحبابنا، كنا قلنا سعة الموجة بنرمز لها بالرمز إيه؟ كابيتال، وهي أقصى إزاحة يصل إليها الجسم المهتز بعيدا عن موضع السكون. وكنا عرفنا أن الطول الموجي اللي هو بنرمز له بالرمز لمدة، والمسافة بين نقطتين متتاليتين متماثلتين في الحركة والإزاحة والاتجاه، تمام. وكنا قلنا يا أحباب أن في الطول الموجي للموجة المستعرضة المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، والطول الموجي للموجة الطولية المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو المسافة بين مركزي تخلخلين متتاليين. تابوا هذا الكلام بارك الله فيكم، هذا للتذكير. كنا بنقول التردد نرمز له بالرمز F هو عدد الموجات الكاملة التي تحدث في الثانية الواحدة. وحدة قياس التردد هو الهيرتز، نرمز له بالرمز HZ. قانون التردد F يساوي عدد الموجات اللي هي N تقسيم الزمن المستغرق بالثانية اللي هو T small يا أحباب. كنا خدنا سرعة الموجة ورمزنا لها بالرمز V، وقلنا أن سرعة الموجة الـ V هي حاصل ضرب التردد في الطول الموجي. وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية. والقانون سرعة الموجة اللي هي الـ V بتساوي حاصل ضرب الطول الموجي لمدة في التردد F، يعني الـ V بتساوي لمدة ضرب الـ F يا أبطال. طبعا دي معلومات غاية بالأهمية يا أحباب، انتبه جدا لقانون التردد وقانون سرعة الموجة، وكيف نحسب السعة، وكيف نحسب الطول الموجي. تعالوا معا نطبق على هذا النشاط يا أحباب، واتمنى منكم التركيز والانتباه. قول لي يمثل الشكل الذي أمامك موجة مستعرضة، عايزك تنتبه معايا عشان نحل هذا النشاط معا. أول شيء بقول لي احسب السعة. نفكر يا احبابنا، احنا كنا بنقول الساعة اقصى ازاحة، دي الازاحة هي يا اولاد، طبعا هذه ازاحة رأسية، تمام. اقصى ازاحة وصلت اليها الموجة كم يا احبابنا؟ 2 متر. يبقى نقول الساعة كم يا احبابنا؟ هي 2 متر. يبقى الاقصى مين؟ لحساب الساعة نشوف اكبر ارتفاع واكبر ازاحة حق مين؟ حق الموجة. مرحبا بكم أبناؤنا الطلاب، تعالوا نحل معا هذا النشاط يا أحباب. بقول لي انظر إلى النشاط التالي ثم أجب عن الأسئلة التالية. ركزوا معايا كده يا أحبابنا، الصورة ده هنحتاج لها معانا في صورة تانية يا أحبابنا حق من نفس هذا النشاط عشان نركز معاه. جايب لي هنا أدي الطول اهوت، تمام، وجايب لي هنا نفس الكلام، هنا المسافة بوحدة المتر. هنا بس ملحوظة مهمة نخلي بالنا منها يا أولاد، عشان نحسب الطول الموجي لحساب الطول مين الموجي، بنكون حساب المسافة بين قمتين متتاليتين
أو قاعين متتاليين، نفس الشيء يعني. ولتكن اهوت نقول عندنا هنا مين المسافة هنا بتلاتة متر، دي البداية عندنا، ثم المسافة التانية كام؟ 15 متر، عشان نحسب الطول الموجي منه مين؟ 15 ناقص 3 بيكون مين؟ 12 متر. هو ليه يا أحبابنا مين الطول الموجي؟ لأنها هتجلى مين في نفس النشاط. تابعوا معي يبقى كده حسبنا هنا مين الطول الموجي. نفس النشاط بقول عايزين نحسب السعة، سعة الموجة. أنا كنا عرفنا الساعة وقلنا إن هي أكبر إزاحة للجسم المهتز بعيدا عن موضع الاتزان. أكبر إزاحة هنا كام يا أولاد؟ دي الإزاحة يا أحباب، دي الإزاحة عندنا أهو. أكبر إزاحة هنا كام؟ هنا الإزاحة أكبر شيء 2 متر، يبقى هنا الساعة كام؟ ليمين 2 متر، اللي هي أقصى إزاحة للجسم بعيدا عن موضع السكون. الطول الموجي كنا إحنا حسبناه في الشريحة السابقة وقلنا كام؟ اللي هي كام؟ 12 متر. ده بالتردد يا أحباب. كنا احنا عرفنا التردد يا أولاد وقلنا إن التردد هو عدد الاهتزازات الكاملة في الثانية الواحدة. ركز معايا في النقطة عشان دي نقطة مهمة جدا. طيب احنا عندنا كم اهتزاز كاملة هنا يا أحباب؟ القمة بتعتبر نصف اهتزاز يا أولاد، القمة نصف دورة، تمام؟ القمة مع القاع دورة كاملة، يبقى هنا القمة مع قاع دورة كاملة، وهنا كذلك قمة مع قاع لدورة كاملة، يبقى هنا عدد الدورات الكاملة كام؟ دورتين. والزمن المستغرق عندنا كام؟ 24 ثانية. يبقى لحساب التردد نقسم عدد الدورات على الزمن بالثواني، فيكون عندنا هنا مين؟ التردد يا أولاد، اللي هو هيكون 2 تقسيم 24 بواحد على 12، ووحدة قياس التردد اللي هي مين؟ بالهرتز. وحدة قياس التردد اللي هي الهرتز. سرعة الموجة، السرعة اللي هي الفي، الفي بتساوي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد. السرعة بتساوي حاصل ضرب الطول الموجي ضرب مين يا أولاد؟ ضرب التردد. احنا كنا حسبنا الطول الموجي ب 12 متر، والتردد حسبناها بواحد على 12، نضرب 12 ضرب واحد على 12 تطلع عندنا السرعة بواحد، وعرفنا ان وحدة قياس السرعة بالمتر لكل ثانية اذا تكون 1 متر لكل ثانية. يبقى في هذا النشاط يا احباب عرفنا كيف حسبنا السعة، كيف حسبنا الطول الموجي، كيف حسبنا التردد، كيف حسبنا مين سرعة الموجة. للتأكيد مرة تانية يا أولاد نقول أن السعة أقصى إزاحة للجسم المهتز، الطول الموجي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، طبعا دي حجم مين؟ الموجات المستعرضة. لكن لو بنتكلم على موجة طولية يا أحباب، الطول الموجي فيها المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو المسافة بين مركزي تخلخلين مين متتاليين. وقانون مين عندنا؟ خدنا قانون التردد بيساوي عدد الموجات الكاملة على الزمن بمين؟ بالثانية. وحدة مين؟ قياس التردد اللي هي الهرتز يا أولاد. وكنا خدنا سرعة الموجة، السرعة اللي هي الفي بتساوي حاصل ضرب الطول الموجي ضرب مين يا أولاد؟ ضرب التردد. ونكون بكده أحبابنا انتهينا من موضوع خصائص مين الموجات. عرفنا فيه الموجات المستعرضة مما تتكون، وعرفنا كيفية حركة الجزيئات فيها، وعرفنا كذلك الموجات مين الطولية مما تتكون وكيفية حركة الجزيئات، وخدنا بعض خصائص مين الموجات مثل السعة، مثل الطول الموجي، مثل التردد، مثل مين السرعة. بشكركم يا أحبابنا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بإذن الله الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أبطال.